اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. النهارده هنعمل ثلاث وصفات، هنعمل طبق كلاوي بالمشروم، وهنعمل كمان طاجن روزيتو بالماكس تشيز، والحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده هنعمل تورته فول سوداني. تعالوا نشوف وصفات الحاجات اللي هنعملها النهارده بس بعد الفاصل. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل، تعالوا نشوف الوصفتين، هقول لكم على مقاديرهم وبعد كده هبتدي بروزيتو عشان انا عايزه ادخلها الفرن. كلاوي مقطعينها شرايح، خلي عنب، جوز الطيب، كزبره وبابريكا، مشروم فريش متقطع مكعبات، روزماري وزعتر وخل وثوم مفروم، شرايح جزر، زبده، بصل متقطع، كاريه صغنن. روزيتو بقى عباره عن كريمه لباني ولبن، ومعانا روزيتو ده بيتباع في اي سوبر ماركت كبير، بيبقى في الديبارتمنت اللي فيه الرز بانواعه كلها. والماك تشيز بقى عباره عن تشيدر احمر وموتزاريلا وتشيدر اصفر، بارميجان، فلفل ملون، ذره، بصل متقطع كاريه صغنن، وجوز الطيب، ثوم مفروم، وجبنه فته. اول حاجه هعملها ان انا هحط زيت، هو اصلا باقي منه معلقه هحطها، يعني مش عايزين نحط في روزيتو زبده كتير لان اصلا الجبن كلها دهون، فعشان ما يبقاش بس هيبقى طعمه مش حلو. نحط كده معلقه ثوم مفروم، وجوز الطيب كده. انا رفعته من على النار عشان اصلا الوك انا كنت مسخناها كويس قوي. هحط بقى كده الروزيتو، وهقلبها كده، هشوحها كويس قوي. الكريمة برضو هستخدمها للكلاوي بس هنستخدم منها حبة صغنانين قوي. هستخدم دلوقتي البصل والثوم وجوز الطيب والذرة والفلفل، الجبن هسيبها. هحط الثوم وهحط البصل وجوز الطيب، هقلبها كده. وكمان الذرة اعملوها، دي هتعجبكم جدا بالذات بقى لو عندنا ضيوف لازم تجربوها. احنا طبعا عارفين الروزيتو بيتعمل ازاي ومتعودين عليه، انا حبيت كده اعمله بطريقة جديدة وحلوة، وناس كتير هتعجبها الطريقة دي. احنا بنحب الطواجن قوي بالذات لو جالنا ضيوف، بنحب الطواجن، بنحس انها بنقدم لهم وجبة غنية كده فيها حاجات كتير حلوة. هنعمل طواجن روزيتو بس هو طاجن مودرن شوية. طيب قبل ما يتشوح كده شوية نعمل ايه؟ نعمل الكلاوي، ايه المشكلة؟ نحط الزبدة، بس هطلع دي كده عشان بس مش عايزة الزبدة تتحرق، وهحط لها فلفل اسود وتوم، بس نكتر شوية فلفل الاسود كده، معاها كده معلقة بصلة، ومعاها التوابل بقى، هحط كزبرة وهحط جوز الطيب بس، وهقلبها كده واسيبها. هحط هنا بقى اللبن، هحط حبة صغننين قوي، الباقي هحطه في الطاجن. عارفين انا حطيت لبن ليه؟ عايزه اطريه شويه
قبل ما ادخله الفرن. ممكن كمان احط شوية صغننين كمان. بس اول ما شوية اللبن الصغننين دول ينشفوا كده شوية واحس ان هو سخن قوي، هبتدي بقى احط الطاجن. طيب ابتدي بقى احط الكراوي. بص مزوقينها ازاي، شكلها حلو قوي. هي اصلا شكلها حلو وهي نيه. ابتدي كده احطها في الووك واقلبها كده تقليبه عشان اتاكد ان كل الزبده دخلت فيها. تتحمر بقى براحتها خالص. الكلاوي هو بعملها لكم وجبه عشان نبقى عارفين ان مش لازم نجيب الكبد مع الكلاوي ونعملها بالبصل والثوم وخلاص كده، لا ممكن اهو هعملها لكم بطريقه حلوه جدا. النهارده الاكل كله مودرن، يعني عاملين اكل كله جديد اهو. خلاص كده شايفين الفخار ده، هبتدي بقى احط فيه الروزاتو اللي احنا عاملينه كده. لو حابين تحطوا كمان قشطه زي ما بنعمل كده الرز المعمر ممكن، بس انا كنت شايفه ان الكريمه كافيه قوي. وبعدين زي ما بقول احنا بنعمل اكل مودرن النهارده، فالقشطه مش من الحاجات الجديده قوي، يعني حاجات كلها قديمه. طيب هنحط بقى الجبنه. والموتزاريلا. وبعدين هنحط لو مفيش بارميجان ممكن نحط جبنه رومي، بس ما نكترش عشان بس ايه ما تحدقهاش قوي. نحط تشيدر ونحط بارميجان كده وفته. هنحط بتديها طعم جميل ومش بنحتاج نحط ملح قوي مع الفته والبارميجان عشان هما اصلا حادقين. هحط كده اللبن اقلب دي كده عشان بس ايه احط لها الثوم المفروم، واحط لها الكزبرة وجوز الطيب والبابريكا والزعتر. الزعتر بيديها نكهه حلوه قوي. وهقلبها كده تقليبه. بس واقوم حاطه لها البصل. بس واسيبها كده شويه. خلاص كده دي هحط الكريمه. بس وهدخلها الفرن، هقلبها كده تقليبه وادخلها الفرن. هحط لها بس معلقه صغيره من الملح عشان زي ما انا قلت فيها بارميجان وفيها جبنه فته، وهحط كمان فلفل اسود. وخلاص كده. ايه رايكم بقى نطلع فاصل نرجع نكون حطينا الطاجن ده في الفرن والكلاوي كمان قربت تستوي ونعمل تورتة الفول السوداني؟ خليكوا معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. انا حطيت الطاجن في الفرن والكلاوي اهي اول بس ما حطيت لها شويه ميه صغننين. اول بس ما الميه دي تنشف شويه هبتدي احط الجزر. هحط دلوقتي خل العنب كده، معلقه كبيره من خل العنب
بس وهسيبها تغلي براحتها. تعالوا نشوف بقى الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده، هي جديده شويه ومختلفه بس ان شاء الله تعجبكم. معانا زبده فول سوداني ومهلبيه وبسكوي مطحون اللي هو بتاع الشاي، وكريز احمر وفول سوداني. المهلبيه دي انا عملتها ازاي؟ جبت يعني كنت ممكن اعملها قدامكم بس معلش عشان قلنا ايه عشان الوقت، بس هعملها مره تانية. جبت الحله صغننه وحطيت فيها زبده فول سوداني لغايه مساحه، بعدين حطيت اللبن وقعدت اعملها كويس قوي، اضربهم كويس قوي مع بعض، بعدين حطينا معلقه نشا لحد ما بقت مهلبيه بالطريقه دي، وممكن احط سكر وممكن لا زي ما انتم عايزين. البسكويت ده بقى انا المره دي مش هعمله بالزبده، هعمله بطريقه جديده خالص، هعمله بالميه، هخليه يطرى بالميه عشان يمسك في بعضه بس مش كتير. لو انتوا مش حابين طريقه الميه دي ممكن تعملوه بالزبده عادي. نقلب كده ونشوف محتاج تاني ولا لا. يعني محتاج حبه صغننين كمان. هجيب الصينيه اللي بنعمل فيها التشيز كيك وهحط فيها البسكويت ده كده، محتاج شويه ميه صغننين كمان عشان بس اتاكد ان هو ماسك كويس. اهو كده كويس قوي، بعمل عارفين الطينه كده بتاعت البحر مش الرمله كمان، يعني اللي هي الرمله اللي بنحط لها شويه ميه، بعمل بالظبط نفس بس انا هعمله بايدي كده. طبعا المهلبيه مفروض كانت تبقى سايله عن كده شويه عشان احنا بندخلها الفريزر. بس كده بقى مظبوط. ابتدي بقى احط المهلبيه، هحاول افردها كده بالمعلقه. ابتدي بقى احط الجزر، وعلى فكره ممكن كمان نحط يعني لو حابين تجمد اكتر عشان تجمد في وقت اقل نحط عليها جيلاتين، معلقه جيلاتين باودر كده نحطها عليها. بس كده خلاص اهي بقت. عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه، ريحتها فول سوداني. اللي بيحب فول السوداني يعني هيتبسط قوي من التورته دي. طبعا هي شبه التشيز كيك بالظبط بس هي ما اسمهاش تشيز كيك عشان هي ما فيهاش جبنه خالص. طيب هنحط دي في الثلاجه، نجيب النسخه بتاعتنا ونشيل بقى الحاجات دي. هي طبعا عشان متجمده كويس قوي فان شاء الله هتطلع بسهوله اهي زي ما انتم شايفين. نجيب كده بقى حاجه نحطها عاليه كده عليها عشان تبقى باينه في وسط البوفيه اللي احنا هنحطه فيه او لو عندنا ضيوف. هجيب الكريز، كريز او اي حاجه انتوا عايزين تزوقوا بيها، هحطه كده. ممكن نحط كمان كريم شانتيه لو انتوا عايزين، لو انتوا بتحبوا الكريم شانتيه قوي مع الحاجات الحلوه.
عايزه اقول لكم بقى يعني انها بتبقى بتطلع طعمها حلو جدا وظريفه قوي. ممكن نحط كمان شوكولاته مبشوره، يعني اي حاجه انتوا حابينها تزوقوا بيها. وممكن كمان واحنا بنعمل المهلبيه نحط جواها عارفين الشوكو تشيبس دي اللي احنا بنستخدمها على طول، عشان تبقى بالشوكولاته كمان تبقى ظريفه قوي. هي بس عشان ما بتلزقش قوي فنخلي بالنا نضغط عليها بس بشويش. ونحطها تاني في التلاجة لو انتوا عايزين بعد لما نزوقها، حتى عشان الكريز ده يثبت شوية، العسل اللي فيه يجمد مع المهلبية. نجيب واحدة صغننة كده نحشرها في النص، بس في فول سوداني بقى هجيبه كده احاول املى بيه. طبعا نختار سوداني مش مملح عشان ما تبقاش الحكايه حادقه قوي، بس احط كده واحده في النص. وكده خلصنا تورته زبده الفول السوداني اللي عملناها بالبسكويت والمهلبيه. نحطها هنا كده. نبص كده بقى على الكلاوي، خلاص كده نحط المشروم ونقلب. شايفين الصوص بقى لونه ايه؟ بقى لونه براون كده غامق، والمشروم هيبقى شبه الكلاوي اصلا بعد لما يشرب الصوص. عايزه اقول لكم طعمها رهيب يعني. هحط لها شويه كده من الكزبره الخضراء، ادخلها كده. واخر خطوه بقى هعملها كده ممكن تتاكل، بس انا بقى هحط لها كمان كريمه هتبقى جميله جدا جدا كمان. لازم تجربوها دي اول ما تشوفوا الحلقه على طول وبقولوا لي رايكم فيها. بس اول ما تغلي هبتدي اغرفها على طول. نبتدي بقى نغرف طبق الكلاوي بتاعنا اللي بالمشروم والكريمة، احطه كده. وبما ان في جبنه بارميجان هتليق قوي، هنرشها كده عليه من فوق الوش. هتعمل طعم حلو قوي. يعني انا اصلا ما كنتش ناوية احطها، بس لما لقيتها موجودة انا ان شاء الله حاسة انها هتعمل طعم حلو. وكده خلصنا كمان الطبق، ننضفه بس من الجناب.
يبقى كده النهارده خلصنا الوصفات بتاعتنا للطاجن، بس في الفرن هنشوفه في الفينال بتاع الحلقه. عملنا طبق كلاوي بالمشروم وحطينا عليه الكريمه ما تنسوش، وعملنا كمان تورته فول السوداني وذوقناها بالكريز والسوداني، واصلا المكونات بتاعتها مهلبيه وبسكويت. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.